شقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى السماوات والأرض في السماوات والأرض بحملها لأمواره الذاتية وصبا لهبوب نسيم صبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وكسيت الأرض اللهم صل وسلم عليه وكسيت الأرض اللهم صل وسلم عليه وكسيت الأرض وكسيت الأرض بعد طول جذبها بعد طول جذبها من النبات حللا سندسيا الشجر للجاني جلال اللهم صل ونطقت بحمله ونطقت بحمله ونطقت بحمله كل داء بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وروت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه ودابها البحرية صلى الله عليه واعتزت المحمد اللهم صل وسلم عليه ثم هيا اللهم صل وسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم عليه الله 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 وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خطي وفي حلا حصيته mamake bwana mtume usijizini mwake
Na alijini wa mama ke bwana mtu me usimbizi mwake faqila laha innaki qad hamalt bi sayyidil alamin wa khairil bariya فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مُحَمَّدًا لِأَنَّهُ سَتُحْمَدُ عُبَادًا عَدْرِ